السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا شاشة رجال 32 بوصة LCD. هاي البورد التخزين، هي أول ما اجتنا المكثفات النفخة بدلنا المكثفات على 24. بعد ما بدلنا المكثفات صار تشتغل الشاشة، بس ولكن نص الصورة مبينة نصها ما مبينة. عندك هيك حطينا الفيشة، وهي المستقبل أعطيناها نبضة. ما بعرف إذا واضحين عليكم، الطرف اليسار شغال والطرف اليمين مطفية اللمبات الإنارة تبعهم. كده هلا فكيت الكارت هون، فكيت عند الانفلتر. والله هي المجموعة ما بعرف إذا واضح رقمه، مكتوب UBA 2072 رقمه. هلا مكتوب على النت أول خط من أول الخط هون بتحطه على الأرضي بتلغي الحماية. أنا جربت ما نفس الشي. كده عم نفحص هلا كرة الانفلتر، وأنا بشك بهالمكثفات اللي هون 220 مايكرو على 50 فولت. ممكن بدي اركب مكثفات ونشوف ايش اللي بيصير معنا. وهي رجعنا لكم، هي اعطينا نبضة للمستقبلي. طبعا المكثف اللي حطيته 470 مايكرو على 35 فولت، اشتغلت الإنارة تمام. هن المكثفات الأساسيات هدول المعدنيات 220 مايكرو على 35 فولت. طلع ان تالفات يعني كمان هاي الإنارة تمام. أخوكم أبو منير، أسهل الشباب.